يسعد مساكم جميعا واهلا وسهلا فيكم في برنامج المسامح كريم. القصة اللي راح نتابعها بعد شوي هي خلاف بين اخوين، بدي اياكم تساعدوني حتى نحل هالخلاف بين اثنين. بالاول بنرحب بصاحب الدعوة صاحب المبادرة عبيد. اهلا اهلا يا عبيد، تفضل. اهلا وسهلا فيك عبيد. من مصر، من وين؟ من الشرقية حضرتك. من الشرقية، أهلا وسهلا فيك. جربني طمني كيف الأهل كلهم جميعا؟ الحمد لله الشرقية. تمام. والعيال وكلكم بخير؟ الحمد لله. والله الحمد لله. شو بتشتغل عبيد؟ أنا شغال مع مستشار حضرتك ماسك العمارة بتاعته. أها. والحياة كيف معك؟ الحمد لله. عندك مشكلة مع أخوك الأصغر منك؟ آه. حازم. أيوه. راح أخبركم شو مشكلته مع حازم. عبيد الآن عمره 46 سنة. لما كان بعده في الإعدادية، يعني بعده كان ولد، أبوه الله يرحمه توفى هلأ، أبوه أصيب بالشلل. بقى باعتبار عبيد كان كبير العائلة اضطر يترك الدراسة ويروح يشتغل حتى يعيل الأهل الأسرة. بعد فترة الوالد شايف ابنه عم يشقى ويتعب، فكر انه لازم يكافيه. في عنده ارض، كتب له نصف قطعة الارض باسمه لعبيد. عبيد ترك النص معه، يعني ترك العقد معه، ما راح سجله رسميا باعتبار انه اسرة وعائلة والجميع عارفين ما راح بيصير في خلاف. 3 سنوات بعد منها توفى الوالد الله يرحمه. بيتفاجأ عبيد انه اخوه حازم اعترض، اتهمه انه مزور العقد، انه مش ممكن يكون ابوه قبل ما يموت يكون عطاه نصف الارض. طبعا صار في شجار بين الاثنين، خلاف على الارث. هذا بيحصل كتير بين الاسر والعائلات وبين الاخوة، صار خلاف شوي عميق، شاجروا، بعدين صار في قطيعة بينهم عمرها اليوم 3 سنوات. بهال3 سنوات ما شفتوا بعض؟ لا ما شفتوش حضرتك. ولا كلمتوا بعض؟ ولا كلمت حضرتك أصلا. وشو صار بالأرض طيب؟ والله زي ما هي حضرتك أصلا، يعني هو مدخل في ناس بتيجي عشان تكلمني في الموضوع ده وبتروح للناس. طبعا في ناس بتوقع بينه وبينه أكتر. ايوه، لان في ناس بتحب حضرتك وفي ناس بتكره. فحضرتك ان الناس بتكره كتير قوي هناك، ليه؟ يعني عايزين يوقعوا بيني وبين اخويا اكتر واكتر. وهو الصغير، انا نفسي حضرتك مثلا يجي يخش على رمضان اروح افطر معاه يوم. طبعا نفسي. في كم سنه اصغر منك هو؟ هو اصغر مني ب10 سنين. ب10 سنين. وانت كنت تساعده، انت ساعدته بحياته. انا جوزته حضرتك. زوجته اول مره وتاني مره. ايه. انا زوجته اول مره وتاني مره. ايه. اول مره سايب عين، وانا كنت يعني بحاول اجيب الولا كمان. الواد ما رضيش يجي يعيش معاه في الاول، وجي قال لي خلاص انا هطلق، وطلقها. كل حاجه راح لحاله، وهي ونزل في البلد هناك شاف بنت الحلال برضو واتجوزها. خلف منها. خلف تانية. منها. خلف منها ولد وبنت. ايوه. طيب حضرتك لما حس بالموضوع ده انا كنت رايح يعني ان انا بتكلم معاه عادي خالص. هو حضرتك لو كلمني استاذ جورج، لو كلمني وقال لي مثلا لا الموضوع ده سيبك منه ونقسم، لا هو قفشها مره واحده قطم. لا ومش شو صار لا وسمع يعني؟ كلام صار شجار بينك وبينه؟ انا عمري ما ان انا هتشجر معاه، هو اللي كان دايما يزعق. انا هو دايما يزعق لي في الشارع. طبعا انا الكبير وانا اللي مربيه، يعتبر انا سبت الاعداديه حضرتك. يعني كنت مجتهد جدا في الدراسه بتاعتي. نعم. سبت الاعداديه بتاعه وانا في الاعدادي لما والدي جال وشرى نصف. نعم. قبل رويت انا القصه. عندك اخوه غيره؟ عندي منير. منير اكبر. اصغر؟ لا هو اصغر من حازم كمان. وكيف علاقتك مع منير؟ 10 على 10، 100 100 100 100. طيب منير حاول يصالحكم مع بعض؟ حاول كتير جدا جدا لغايه ما قال له طب خد حقي انا
وما تزعلش اخوك الكبير يا بيت، ما تزعلوش. انت اخذت نص الارض. انا واخد نص فدان. هو نص فدان، فدان يعني نعم. هو كان فدان، نص فدان هو كتبه. انا سالت فيها ناس، نعم، قالوا طالما والدك كان عايش وكان بكمل قواه العقليه وقبل ما يعي حضرتك، لان انا تعبت. نعم. اشتغلت. نعم. اشتغلت في جراشات، صحيح، مسحت عربيات، اشتغلت في عناير، اتبهدلت. نعم. اتبهدلت عشان اصرف على ابويا. ما حدش كان بيجيب له علاج، هو من الكم صغيرين. انا بجيب له العلاج بتاعه. والدتي ست مسنه عندها ميه على عينها دلوقتي وتعبانه مثلا. هي والدتي عايشه، الوالده لسه عايشه. عايشه الحمد لله. شو موقفها من الموضوع؟ موقفها انها حضرتك يعني عايزه الامور تتراضى وتتصفى ونرجع تاني، لان انا ما كلمته لحازم؟ كلمته كتير، بس انا سبت بيت العيله كمان يعني. عشان المشاكل كبرت انا سبت بيت العيله وقعد عند نسايدي. عندي ثلاث اولاد، انا من حب حازم مسن على اسمه، هو ما سماش يعني، هو انا الكبير يعني. سميت ابنك على اسم أنا حازم؟ انا مسن حازم، ابني حازم الثالث. نعم. انا عندي محمد ومحمود وحازم. وعندي فاطمه اخر واحده صغيره، والحمد لله المدام حامل كمان بست شهور يعني، ربنا يسهل خير ان شاء الله. الحمد لله بالسلامه، ربنا يخليك. طيب طيب اليوم انت شو بدك منه لحازم؟ انا بدي يعني انت بتعتبر مين مخطي مع مين؟ انت مخطي مع حازم ولا حازم مخطي معك؟ حازم اخطا في حق كتير سعادتك. نعم. حازم اخطا في حق كتير وشتم عليا كتير وتعدى عليا كتير بالاهانات، وما مدش ايده عليا، اتعدى عليا بالاهانات. نعم. وفي يعني مثلا ليا انا طبعا العيله بتاعتي موجوده كلها في شارع واحد. نعم. انا طبعا عايز اروح عند مرات خالي، باخد مراتي وعيالي، ابص الاقي بيتعدى عليا بالكلام بالفاظ يعني جارحه. نعم. وانا مش عايز امسك فيه او عايز اكلمه او عايز اقل ادب عليه مثلا. هيقول نعم. طبعا بعد ما ابوهم مات والكلام ده كله صار وغير وصار مش عارف ايه، وانت عارف حضرتك الارياف والفلاحين ما حدش بيسلم من لسانهم. فانا نفسي من عيني حضرتك، نفسي اخده بحضني. ده انا بعتبره ابني. نعم. يعني انا بعتبر حازم ده ابني، يعني نفسي اخده بحضني. نعم. نفسي. بتعتقد اخي عبيد، بتعتقد هو يعني قلبه طيب يعني ممكن هو يسمع؟ طيب، هو حنين جدا. هو حنين. طيب جدا، بس هو ما ماشي ورا نسايبه، ورا مراته، ورا ناس بتضله. يعني حازم حنين جدا. ايام ما اتجوز والكلام ده كله، ساعد ما كان يعمل اي اكل ويبعت بنته يقول ندى عنك، ندى عنك يجي يتعشى معايا. ما بيستحملش علينا الهوى، لاني مره بتخانق في الشارع جري وكان هيموت الناس كلها عشان بالاول. قبل ما تتزعلوا. في الاول ما اعرفش اتغير. يا سيدي بنشكرك على ثقتك، وطبعا برحب فيك بهالبرنامج، بتمنى انه تحقق امنيتك من خلالنا يا رب، وينفتح هالستار وترجعوا مثل ما كنتوا بالاول يا رب. يا سيدي بعثت له انا دعوه لحازم، خلينا نشوف ساعي البريد اذا وصلها واذا حازم قبلها. اهلا جورج، بعد ساعه ونص تقريبا من دلوقتي حنكون موجودين في قريه طرابيس، ودي قريه موجوده في الشرقيه، عشان نسلم دعوه الحضور للاستاذ حازم ابو جمال. جورج، أستاذ حازم طلع ساكن في كراديس مش كرابيس زي ما كنا بنقول. لو سمحت بيت الأستاذ حازم أبو جوال الله كده؟ شكرا. أيوة صباح الخير. حضرتك أستاذ حازم؟ حضرتك من عائلة ايه؟ عائلة ابو جبل. عائلة ابو جبل. حضرتك بتشتغل ايه؟ عامل زراعة. عامل زراعة، مظبوط. دي دعوة حضور لبرنامج جورج القداح. ماشي يا فندم. قبلت الدعوة؟ طبعا قبلت، ان شاء الله. واحنا في انتظارك. ماشي يا فندم. جورج، استاذ حازم قبل دعوتك واحنا في انتظار. ميرسي جدا. باي باي. الدعوة وصلت، حازم قبلها، حازم موجود خارج استوديو، بس نندهله بيجي. إنما بذكر اللي ما تابعونا من الأول بالقصة، القصة كتير بسيطة،
قصة خلاف بين أخوين، خلاف على إرث، على إرث. معنا الأخ عبيد، هلأ حكينا قصته. عبيد هو الأخ الأكبر في الأسرة، ومن وقت ما كان في الإعدادية أبوه أصيب بالشلل وراح اشتغل وأعان العائلة، ويعني جاب أدوية، اشترى أدوية لأبوه، عالج أبوه، اهتم بإخوانه إخواته. المهم عمل رب عائلة، بس الأب كان مقدر له هالشي حتى يكفيه، كتب له نص أرض مساحتها فدان، كتب له إياها باسمه. هو ما راح سجلها، تركها معه، معتبر أنه كلهم عائلة وحدي. بعد 3 سنوات توفى الوالد، اجى لحتى يخبر الأسرة أنه أنا الوالد عامل لي هذه الوصية، نصف الفدان إلي. بقى حازم زعل منه وقال له أنت زورت هالوثيقة، هذه مش صحيحة، أنت مزور. اختلفوا، بعدوا عن بعض، تجافوا، ما عاد في كلام. من 3 سنين ما شافوا بعضهم في قطيعة. الآن الأخ الأكبر عبيد اجى على استوديو لحتى، وهو طلب ندعي له أخوه حازم أخوه الأصغر لحتى يتصافى هوية. ما بعرف بيعتذر منه، مين بده يعتذر من التاني، من يعرف. بس عبيد بيقول انه حازم دائما بيعتدي عليه بالكلام، لانه ساكنين بشارع واحد، كل ما شافه بالطريق بيتعدى عليه بيتهجم عليه. بدنا نرحب الان بحازم. اهلا، اهلا بحازم. اهلا بحازم، كيفك؟ تفضل، اهلا وسهلا. شكرا على مجيئك، شفتك انه تقبلت الدعوة وفورا قلت له ايه. تحت امرك. بس للأسف ما عادش عندي ملايين. تحت امرك الجرجر. مش فارقة معك، مش جاي كرمال الملايين. لا خلاص. اهلا وسهلا فيك حازم. كيف اخبار الاسرة الاولاد؟ الحمد لله رب. شو عندك اولاد ما شاء الله؟ 4 صبيان بنات؟ 3 صبيان وبنت. اها، شو اعمارهم؟ يعني 14 و9. اه الكبير 14 ما شاء الله. بنت او صبي الكبير؟ لا الولد. الولد؟ اه. شو اسمه؟ فتحي. فتحي؟ اه. يا أهلا، أبو فتحي. وزياد 9 وفريدة 5 ومنير 2. لا ما شاء الله. شو عم تشتغل أنت بليا؟ أنا عامل زراعي. عامل زراعي؟ آه. ماشي الأمور، مبسوط بالزراعة؟ الحمد لله، الحمد لله رب. الحمد لله. الحمد لله. عم تتساءل بينك وبين نفسك يمكن ليه جيت لهون؟ من وقت ما سلموك الدعوة عم تفكر. آه والله. خبرني بشو فكرت. إنه جورج إرداحي شو عايز مني؟ فعلا. شو فكرت؟ قلي شو حلمت مثلا؟ أحلم كتير. مثلا هات لشوف. ما تكون حلمت كتير إنه والله جاي تاخد سيارة مثلا. لا مش الدرجة دي يعني. حاجة على قد كده. على قد كده؟ طيب. لا لا، الحقيقة مش أنا اللي دعيك. أنا وسيط. يعني أنا في شخص بيعزك وبتعز عليه. هو تدخل معي وطلب مني أن أدعوك إلى هالبرنامج. فأنت شرفتنا اليوم. ربنا يخليك. وبدي أشكرك مرة تانية. ربنا يخليك. لأنك شجاع. ربنا يخليك يا فندم. يا سيدي، بدك تعرف مين، أكيد مين الشخص اللي دعاك. أكيد. أوكي. طلع بهالشاشة. عرفته؟ عرفته. مين هو؟ بيعني لك شيء؟ أخويا الكبير. أخوك كبير. علاقتك مقطوعة أنت وياه؟ شوي. 3 سنوات. آه. أنت صغير ما سألت عنه؟ مش حكيت، ما سألتش عنه يعني. كان ما فيش، من ساعة ما بابا توفى وكل واحد في حاله. فصلتوا؟ آه. إلكم 3 سنوات. آه. ولا حدا بيسأل عن حدا؟ يعني بسأل عن نفسي لما بيكون هو في البلد، بسأل عليه. انت حاولت مثلا؟ حاولت. انت حاولت من جهتك؟ حاولت. اه حاولت. وبعد هو بيقول حاول من جهته بس. آه. ما نجح. حتى الوالدة تدخلت معك وانه تصالحوا، هذا مش راضي. وجدت ناس كبار البلد يعني وكده ودخلت. ليه مش راضي تصالحوا؟ مش عارف هو قابلها ليه، مش عارف يعني. مع ان انا اخوه. بس مش عارف. في لك رسالة من عبيد معي. تفضل. تقراها انت ولا بقراها انا؟ تفضل. بقراها انا. يا سيدي، بيقول لك أخي الحبيب الغالي حازم، قعدوني شوي لأنه رسالة طويلة هيئتها. يا رب تكون بخير، أرسل لك هذه الرسالة لكي أقول لك إلى متى ستقاطعني
وإلى متى ستعتبرني زورت عقد نصف الدم؟ ألا تعرف يا حازم أن من يزور نصف فدان قادر على تزوير فدان كامل؟ يعني كان زور فدان كله، لكني لم أفعل ذلك، بل على العكس حملتك على رأسي أنت وإخوتنا، واتقيت الله فيكم. أيكون جزائي أن نتخاصم؟ يا حازم أنت حبيبي وأخي، وبيننا صلة دم، ولا أنسى يوم وجدتني أتشاجر مع صبري، شيخ صبري، فجذبتك صلة الدم هذه لتقف بجانبي، ولا أنسى كذلك كيف أن أبوك هي كيف أن أباك أوصاني عليك وعليكم جميعا، وكيف أنك لا تحلف به كذب مهما حدث. ورحمة أبوك يا حازم، تعال ننسى ما فات ونرجع معا من هذا المكان إخوان أكثر مما كنا. تعال ننسى ونتصالح، والمسامح كريم. ننسى؟ شو رأيك؟ ننسى كل حاجة. أه؟ طالما دخلت اسمه وقف الدور خلاص أنا نسيت كل حاجة. أنت فورا نسيت كل حاجة؟ طالما قلت لي ورحمة أبوك. طيب احكي له، بده يسمعه، قل له الكلام مباشرة. انت قل له عبيد. يا حازم، يا حازم، عمر الدم ما يبقى ما. يا حازم انت اخويا الصغير، وانا ما عملتش حاجة ضرك في يوم من الايام، لا انت ولا اخوك التاني. انا تعبت كتير لغاية ما عملتك انت واخوك، وانا كنت المفروض اتعلم وما تعلمتش، اعمل ايه اكتر من كده؟ وانا تعبان اصلا يا حازم، تعبان، المفروض انت اللي تشيلني اليومين دول، انا عندي السكر وعمل عمليتين في بطني، المفروض انت اللي تشيلني اليومين دول، محدش هيشيلنا الا انت. يا حازم ارجع لاخوك تاني، رجع المال نجريها تاني يا حازم. وكتفي لك زاد وكتفي لك زواد يا عبيد. نعم؟ وكتفي لك زاد وكتفي لك زواد. ما سمعتها منيح هذه، شو قلتها؟ هي مثل هذا؟ كتفي زاد وكتفي زواد لاخوي. كتفي زاد وكتفي زواد لاخويا. شو حلوه هالكلمه. كتفي زاد وكتفي زواد لاخويا. مش حنطول، قول المسامح كريم، خليه يفتح الستار بينك وبينه. يلا خلاص المسامح كريم، يلا. مبروك، مبروك الصلحة. مبروك الصلحة. يعني أنا سعيد جدا. ما نحرمش منك. سعيد جدا، وفعلا يعني فتحتوا لنا قلبنا، فرحتوا لنا قلبنا، وأنت طيب كمان يا حازم. هو قال لي هو حنين، قال لي قبل ما تفتح الستار سألته كيف تطبعه، قال لي هو حنين. الحمد لله. يلا الله يوفقكم، ترجعوا سوا. شو بتقول هذا المثل؟ زاد وزواد. كتفي زاد وزواد لأخويا. الله موفقين إن شاء الله. هيدا هو برنامج المسامح كريم، في أحلى من هيك؟ يلا لاقونا بقصص جديدة، خليكم معنا.